بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الفاضلات أمهات تلاميذ سنة أولى ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو السريع توضيحي فقط لأخواتي الأمهات اللي قالوا لي لم نجد دروس أو نصوص فهم المنطوق أحمد في المدرسة أو في ساحة المدرسة. يعني كاينين هنا مدارس راهم في ساحة المدرسة، وكاينين مدارس اللي راهم مازالوا في أحمد في المدرسة، وكاين اللي مازالوا في المراجعة اللي لقاو تلاميذ ناقصين كثير كثير، مازالوا فقط يراجعوا لهم. إذا أخواتي الروابط وين راح توجدوها؟ توجدوها في التعليق المثبت، في التعليق المثبت النصين، وأيضا أما نصوص أما حرفي الراء واللام مع التدريبات فهي موجودة في الفيديوهات الأخيرة اللي نشرتها لهذا الأسبوع. توجد تدريبات على حرف الراء وأيضا حرف اللام واللي سبقتها حرف الميم والباء. هكذا أخواتي كي نمشيو فقط بهدوء، ما نمشيوش بسرعة باه يترسخ في ذهن التلاميذ الحروف. لو نسرعوا نسرعوا التلميذ ما راح يترسخ في ذهنه ولا شيء. إذا أترك لكم أخواتي الروابط في التعليق المثبت، ونقول لكم في أمان الله نلتقي في نهاية الأسبوع، وحوصلة للأسبوع بحول الله.